طيب خلينا برضو نكمل مع حضراتكم كلام عن الطقس، ودايما واحنا بقى كلنا صغيرين خدنا موضوع في الدراسات كده عن وصف لحالة الطقس في مصر، حار جيف جاف صيفا ودافئ ممطر شتاء، لكن الحقيقة ان الموضوع ابتدى يتغير وشكلنا هننسى الكلام ده خالص لانه داخلين على طقوس باردة وجو برد مختلف تماما عن البرد اللي احنا كنا بنشوفه او متعودين عليه في مصر. درجات الحرارة بتنخفض وبالليل يعني بتقل كمان عن 10 درجات، 4 و5 و6، ويمكن الأيام الجاية توصل لحد الصفر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن موجة الطقس البارد اللي احنا بنعيشها وتقريبا مكملة معانا لآخر الأسبوع من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا فندم، وبداية تطمنينا على الطقس النهاردة والأسبوع ده أخباره إيه؟ صباح الخير على حضرتك استاذه هدير، وصباح الخير كمان على استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. هو احنا بالفعل مستمرين في انخفاض درجات الحراره، يمكن احنا بدانا انخفاض درجات الحراره من بدايه الاسبوع الماضي، مستمر معانا اليوم ولنهايه هذا الاسبوع استمرار انخفاض درجات الحراره، رغم ان اليوم في زياده الفترات سطوع اشعه الشمس، الا ما زالت الكتل الهوائيه المؤثره على جمهوريه مصر العربيه كتل هوائية قادمة من جنوب وشرق أوروبا شديدة البرودة، فبتعمل على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار. عشان كده الطقس هنقدر نوصفه أنه هو طقس بارد على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، محافظات السواحل الشمالية للبلاد، وكمان محافظات شمال الصعيد. بيكون معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترة النهار ومع سطوع أشعة الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس درجات الحرارة بتنخفض بشكل ملحوظ والطقس بيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، كمان بيكون خارس البرودة في بعض الأماكن خصوصا المدن الجديدة الأماكن المفتوحة. كمان بيوصل لحد الصقيع في بعض المناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء، يعني درجات الحرارة في المناطق دي بتنخفض عن 5 درجات. احنا اليوم سجلنا صغرى على بعض المناطق من شمال الصعيد 3 درجات، القاهرة الكبرى سجلت 7 درجات، فالطقس خلال ساعات الليل بيكون يعني منخفض، درجات الحرارة منخفضة جدا. طبعا كمان الإحساس بدرجات الحرارة مع الكتل الهوائية بتكون جافة أو في نسبة نشاط للرياح، إحساسنا بيكون بدرجات الحرارة بيكون أقل من القيم اللي احنا ذكرناها بحوالي من 2 لـ3 درجات. كمان يعني اليوم متوقعين العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية خلال ساعات النهار، خلال ساعات الليل هتوصل لـ8 درجات. طيب ده في القاهرة، قلت انه القاهرة الكبرى. اتفضلي كملي. ايضا اليوم متوقعين فيه نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحلنا الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ده بيزود احساسنا طبعا بانخفاض درجات الحرارة في المناطق دي، بالاضافة الى فرص امطار اليوم على بعض المناطق ايضا من السواحل الشمالية للبلاد، كل المناطق مطلة على البحر المتوسط، لكنها فرص امطار خفيفة جدا مش مؤثرة على اعمال الانشطة اليومية. لكن من غدا ان شاء الله هنبدأ نشهد بعض التقلبات والتغيرات الجوية في حالة الطقس، هيكون معانا طبعا استمرار انخفاض درجات الحراره اللي قلنا مكمل معانا لنهايه هذا الاسبوع. طيب هو الانخفاض شكله عامل ازاي؟ يعني احنا هنفضل ثابتين على الـ3 درجات؟ يعني انت قلتي في بعض محافظات الصعيد وصلت درجه الحراره الصغرى لـ3، هل هيفضل 3 ولا ممكن يبقى 2، ممكن يوصل لـ0؟ هو لا، هو مكمل معانا يعني الاسبوع ده خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل، مكمل الاسبوع ده انخفاض درجات الحراره يعني شبه الاسبوع اللي فات ما بين ال 15 وال 16 خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، ما بين طبعا يعني السبع والثمان درجات على القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد أيضا ما بين الـ5 والـ3 درجات خلال ساعات الليل، بعض المناطق من مرتفعات سانت كاترين أو بعض المناطق الموجودة في سينا زي سانت كاترين ونخل درجات الحرارة بتوصل للصفر وساعات كمان بتوصل لتحت الصفر. لكن التنبيه الأساسي إن احنا عندنا بعض سانت كاترين والأماكن دي، هل في احتمالات لسقوط سيول؟ ثلوج او سيول، السيول امطار غزيره لا، لكن تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ده موجود طبعا ومحتمل، لان احنا مستمرين من الاسبوع اللي فات بانخفاض درجات الحراره وكان عندهم فرص الامطار، ففي فرصه مهيئه لتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين. طبعا احنا دايما بنقول ان انخفاضات درجات الحراره بنحس بيها اكتر مع نشاط الرياح، واحنا خلال هذا الاسبوع هيكون عندنا بعض الايام فيها نشاط رياح ملحوظ، ده اللي هيخلينا الاحساس بقى يكون اقل من القيم اللي انا ذكرتها. طيب بيقولوا ان ده اصعب شتاء مر على مصر، هل ده حقيقي؟ لا، هي ده مش حقيقي خالص، لان احنا يعني خلال الاعوام الماضيه سجلنا درجات حراره اقل من القيم اللي احنا بنقولها، احنا سجلنا اي السنين الماضيه في بعض السنين يعني سنه 2015 2012 13 و14 و11 درجه مئويه على القاهره فخلال ساعات النهار.
فلكن لكن وارد لسه الشتاء ما خلصش، فوارد وارد الشهر الجاي. وهو الموضوع بيقول يا دكتور ان احنا مكملين بنفس الطريقه دي بقيت شهر واحد ولا كمان شهر اتنين، يعني التوقعات ايه؟ هي الاول استمراريه المده، ان احنا بقالنا اسبوعين في انخفاض درجات الحراره، فدي الاستمراريه هي اللي محسسانا قوي بيه ان ده يعني شتاء بارد. احنا طبعا متوقعين الى يعتبر الى نهايه الاسبوع ده تقريبا على 26/1 27/1 نهايه الاسبوع مستمرين في انخفاض درجات الحراره على الاقل. لكن ان شاء الله مع بدايه شهر 2 تبدا درجات الحراره تعود للمعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت. في انكسار لموجه البرد دي، يعني مش هتكمل معانا كمان في فبراير باذن الله، بس وارد يحصل طبعا في شهر 2 موجات بارده يحصل فيها انخفاضات في درجات الحراره. لان احنا لسه مكملين في الشتاء زي ما حضرتك ذكرتي في الاول، احنا لسه مكملين في الشتاء لحد 21 مارس. فوارد يحصل طبعا انخفاضات درجات الحراره، بس مش هتستمر بالاسابيع زي ما احنا شايفينها خلال هذه الايام. عظيم. في تواصل بينكم وبين الجهات المعنيه في المحافظات عشان الاستعدادات بالتاكيد بتختلف من محافظه لاخرى؟ طبعا احنا دايما في تواصل تام مع طبعا الاول غرفه دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء مع غرفه الازمات في كل المحافظات. لما يبقى عندنا طبعا حاله من حالات عدم الاستقرار، وخصوصا لما يبقى مصاحبها سقوط امطار بكميات كبيره، بتبقى طبعا عندنا كمان في الهيئه اخصائي معين ماسك كل محافظه على حده مع غرفه الازمات في المحافظه. بنعلنهم طبعا بكميات الامطار، اماكن سقوط الامطار بتبقى وصور الاقمار الصناعيه كمان، المتابعه ساعيه معاهم عشان نحدد ليهم اماكن المطر فين عشان نسهل عمليه عشان نكون مستعدين سحب الامطار. بالظبط مستعدين، وكمان سحب الامطار من الشارع. واحنا قبل اي حاله ممكن ب 72 ساعه بنبعت لهم طبعا نشراتنا عشان ياخدوا كافه استعداداتهم، فتره كافيه موزعين عربياتهم في الشوارع. والتعاون ده كمان السنه دي يمكن شفناه بصوره كبيره في مساله كل بقى الاشياء الخاصه بالتربيه والتعليم، وانه المحافظات اللي كان متوقع مثلا فيها حدوث امطار او سيول المدارس بتاخد اجازه، فاكيد ده كان بتنسيق معاكم. طبعا بيبقى التنسيق ان احنا بنعلنهم بحاله الطقس في المحافظه عامل ازاي، كميات الامطار عامله ازاي، وطبعا على حسب كل استعدادات محافظه بيبدا المحافظ ياخد استعداداته في غلق او تعليق الدراسه اليوم اللي بيبقى فيه كميات الامطار. خلينا نقول ان احنا في غدا متوقعين فرص للامطار، هتبقى امطار خفيفه المتوسطه على سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري. ايضا كمان القاهره الكبرى فيها فرص امطار غدا الاحد، امطار خفيفه، هي الفرصه موجوده لكن فرصه ضعيفه، لكن ما زالت موجوده فرص امطار خفيفه على القاهره الكبرى. حاجه تفكرنا بقى بالشتاء اللي احنا متعودين عليه، يعني الامطار الخفيفه الجميله. كفايه بقى بروده، كفايه الواحد بيتجمد خلاص. هي البروده لسه مستمرين فيها للاسف، خصوصا مع نشاط الرياح كمان اللي هنشهده غدا، لان غدا هنشهد نشاط للرياح. يعني احنا متوقعين غدا الحراره 16، مع نشاط الرياح ممكن نحس بيها اقل من كده. عظيم. كل شكر ليكي طبعا، شرفتينا ونورتينا منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.